العلامات الزهريه وجبت تهتم بالاطفال الصغار فقط. قلت ابن النظام قرا وهو زهري. وي ستراتي تيري خاصي نخط دي السره خاصي شوف منطقه الريف تعرف يجن اقبال كبير للصحراء والمشعوذين. ابو ادم اش دير معنا حمل حشام بخير مزيان. اولا سقسير يتقني وضع المره ارياز لي خفا مغار مش غني كان السن بلا احنجا لي قطع حنجا دا زهري. بالنسبه لهم العلامات الزهريه تشكرك مني على حسن الموضوع ان اتصل الاخوان الاخوات وسين شاس نطاون سنو سين بول علامات جاء انهم ميس زهري واحد يتوخى الحيطه والحذر وتجيبون شي منايا الترهيب او التخويف لانه شي من توارى ديال الاونه الاخيره انه بان نسمى اما عصابه الكنوز او عصابه الصحراء المشعوذين اللي التقط من بعض الاثار الاطفال الزهريين. بالنسبه لعلامات الزهريين نتصل علامات من بينهم انه احنجا خميتيري راس الشعر اسود كالبرق يعني تيري لمعان. الحاله الثانيه تيري راس نخلتان تيري راس جن نخل هذا جن نخل هذا اثنين وزهري الشعر داس غير انسان زهري اللسان تيري غاس فرقه اللسان دا اثنين فرقه يعني اللسان يعني سباق اثنين المساوي ثلاثه تيري غاس جن خط دي السره غاس شوف. المساله الرابعه هو تيري نو غاس جن خط داني تتيمو لي علامات اي نشطو توري دمو علامات اك ام اكس يعني القفوس القفوس ماذا زرماني القفوس يا ناسيا سنين سنين كيف كيف تيري ايضان ايضان نص نتفاصل خنين ايضان ايضان تيري نتفاصل خنين الى مار العلامات الانسان الزهري تيري اي شخص غاس الطفل نص غاس تلقى علامات يخص يتوخى الحيطه والحذر يعني تقريبا شن ستان ماشي نقرا المراحل ستان كويس بيان تبين لو انت تيلا زهري يتزوج ومن بين العلامات الزهريه وجبوا تهتم الاطفال الصغار فقط قلت ابن النظام قرا وهو زهري من بين العلامات غير تيلا غاس البرق ديال العين تيطول نسال التبريات بين الاعراض يتجا الانسان الزهري انه ميني طاجي توقع سبحان الله ميني طاجي يتوقع ميني طاجي توقع بو ذا دي زنهارا اجن الرؤيا تفترت يا ماريا ما توقعت هذا يجبون قال انه يعلم الغيب يعلم الغيب الى الله عز وجل واش الاخوان اللي يفهم الفيديو هذا يفهم من قصده الانسان الجزوري يفهم من قصده ني غيتيري مثلا ديشان المجمع او شان وينات تيري قيم ديشان يجن مثلا يقاس ماني يعدوختي زريخت يعني موقف ما راينا العلامات الانسان الزهري توقع كيس نتقاس بالنسبه للكنوز واش شنو وقت نعم. يعني محدد إذا يتم استخراج الكنوز لانه جوا لانه الحاله ديال الاختفاء من اختطاف الاطفال يتيلي مثلا مجبور بدا يعني زي زي, زي وقت على وقت جوزي الوقت على وقت شو معاك السيرو واقعا السيرو واقعيين واش يعني من دينتنا لا اخاف الا من الله عز وجل. منطقه الريف تعرف يجن اقبال كبير للصحراء والمشعوذين من جل المناطق اكادير وزيد الليح يعني تسنتي برا منطقه الريف وبما يسمى بالتقييده لان اي شخص ساحر نيغشين يجي نيغسي يجبد الكنز قال شوف عندك تقييده تقييده قانتي شنو الوثيقه ديري ديك بيو غيود انا قديما تلقي غطس ميساجات تهديديه ودائما غاش التليفون الشنك وشي على حسب ما نيت وغني خد ديجا يعني باش ما تكشف المنايا باش تكشف المنايا الراي العام دينا تصني ودن شم بيني يبقى تزن غالي ذا يودان قال شما بو ذاك نتقد السيرفيس غنغيش الكنز نجبد العلم نو بوتون بلا كان رقي الشرعي منيا خطير غاري منيا غاري خاص الدليل شفتي الصور بها من المطور تاسن دغان قال خارج من الكنز ما تجبد ديني بعض الذين يسمون انفسهم رقات هني صحراء ومشعوذين تاسن دغان شاني الجن غاس ميس زهري او يتوالى شاني زهريه يبقى راس خاص تقد الحجامه كيستعدو شاني تنغاس ديال المركز تقد الحجامه غاتجبد يدا من النس اذا من النس قال خو انت غاس النيه طاحت تقد الحجامه مع انه انت يزو يدا من النس الراقي الشرعي مشروع ديال الاونه الاخيره انه سواء في الرقيه نص من تربدا الراقي غا الساحر وهذا جن غلط ضم قران السحرة المشعوذين طقوس نص معروفه الرقيه الشرعيه مساله معروفه يعني لصقاتني لي انه الظاهره يا مثلا شي قال الزهري كذا تسن السحرة من خارج المنطقه معروفه على رسم انايا خارج المنطقه تسن زي قني غاش من مناطق سوس اكادير السؤال مطروح انه اهم يعني من السبب زيد اخبارا زهري يعني خذا زهرشت ما نتسبب اذا ما بقاناش ما نتسبب هذا الغريب اللي ذات داف اذا نقصد انا حنا جاب مزيان يعني بوضع في النغر ماشي اسم خاص مزيان في النغر نعم هذاك السيد حنا جاني ما نتسبب سيدي غدا الزهري يعني ما الغرض غاس ندير عقل نص الدم لان الجن حارس الكنز بيسمى يعني حارس كونوز تيري اما افعى سوداء اللي هو من الجن او تيري
العبد، قناه العبد يعني خادم من الجن يسمى بالعبد، يعني تيري قوي يعني حارس، حارس للسحر، حارس للكنز. المقابل اذا شغيوك شو الكنز قرش دم الزهريه، وانتوارا ربدا حاله الانتحار توقيعا الاغلبيه الساحقه حاله الانتحار تجده زهري تفت ممسوس، لكن الاهنس واصبو الدرايه خميت الزاصح نجمي قرص بابا همي تواري غمي تواري قرص قاروح قد الخرافات هو هذا قيت بالدخل في بنادم في هاد الخرافات هو تيري الانسان زهري ومن الجين تعجبها سيدا من سيدي قد يوضز كيجان المرتفع تلدادنس الدم، الدم يعني تلدادنس زيس كان كذا الديك الاسود، الديك الاسود ميمي غارس الديك الاسود دي ان عندما يرش خميت رش سيدا من زي الجدره تيري محبوب غاسني دم من الطريقة نروشي الطريقة الانتحار نوطشيني الدم سفك الدم وإلى غير ذلك مارت كان طرق يزيد تستعان الجن ما حدا يدير يجن التواصل جا الجن خادم خادم الكنز حارس الكنز ضد الساحر او المشعوذ او ما يعني زمان يعني تورخوا بعض جرائم قتل تطبق بعض جرائم قتل زي المشعوذين نعم. هذا نغني الزهرية من اجل ماذا من اجل مش يعني الكونوس نعم. حدا جاني دم من زهري نعم. باي طريقه وهما مثلا شني جن خوقت فرج داك تصلع الى تيري في نساو هذا نيراج ماضي ومان كلشي داس علامات الزهريه مرات ولا نخو غاس نشان ميتسن ذا زهري باش غير ما ندير نشان الوقايه ني غادي نشان العلاج ني غادي نلقى الطريقه يزيد ميس ماشي نقارس على الاقل هذا حمان نزيد كان مشعوذون كان صحار والتحصين تحصين مساله يعني معروفه كرسول الله صلى الله عليه وسلم كان يحسن الحسن والحسين معوذتين الفاتحه الاخلاص ايه الكرسي سنت تحصيناتي لكن مسألة أنه ما حدا غم تشاني شنو تشمينو فهمتيني وشي شوا في نمي بقى تقضي الدواء وهذا ما يدور دي الأونة الأخيرة دي النظر أنه دون شنط مغارين تتان الصرة الصرة من الرضيع تقضي الدواء وتفن أنه زهري فهمت الصرة من الرضيع أو الأثر أشوا في نس قرص شوية شوا في نس قد تقضي الدواء وديني ربعا انت مغارين تتانا شوا في الرضيع قرش كنت بخاز زيس الدواء قيت الحش فران فراني الحش فرفاني إذا مرض الأثر والحفاضات ليكوش التصنيف ديال القهمانيه يعني المشكل اللي غنغشين دا وهو انه يودن وتي من نشاس منايا مع العلم انه منايا دور الطاس وبدون محاربه ولا دي الجن وخاسي السيور دور بعض الاخوان السوار نخسي حرد الشعوذه لكن من باب جني المشاهدات فقط لكن من باب انه هادي سبين او هادي يوضح غادي السيور بكل جراه وزما دي السيور يعني ما من هي جاء سبوزيون بعض الرسائل السود يودان باش توخن يعني الوقايه الحضر الوقايه الحضر اخيرا تقنع على ما اذا شني بالنسبه للاطفال قاول يجيبون باب التخويف او الترهيب حسب الوقايه هو انه اكميش ضم مزيان غير قادر على غصب البنيه انه غادي يحمي يخف النس غادي يخف النس تيري مراقب غطيو دغ مدرسة ديال المراقب ما غادي في مدرسة مراقب تسن شان شان بعض الاشخاص مثلا سيني ويا قبا باش يتراجع ديها ويا قيم باش تراجع ديها اقشاش حلاويت ناقش وهناك البعض نصح المشعوذين ما حدا ديو دغ حنجره تيكسيكيس يتلتمس بعض الطرق قد يسن الاسماء الافراد العائله نس تما سقنا الزينب يما سقنا فاطمه بابا سقنا قاسم قاش دا دوك الباباش قايم باش قناش فرانه قفرانه ويا قطره جاج ديها انت يتوارى الاسماء ني ماس ني غدو تشما سيدي كوراكي جدا مزيان انه خصس الاباء دي تودرين خصها تقني جنوع جنوع تسمن التنبيه التوعيه هو عن طار وان سنس ماني لانه ماني هذه الناضه هو انت قاش هو انت قين دانيتا وبصيغه اخرى ما حدا نوضح نقارب الرساله أغلبية الساحقة الإخوان قد توارن جيت نقول قول ربدا حفان ديني دير شجورة ربدا حفان ديني تحفان ديني تحفان ديني فهمت؟ سحب الكونوس سحب الكونوس زي تيني دمين ميوسين دغن نظر بالضبط إنه النظر معروف دي المناطق الريفية دي الجبال الريفية أنا قرش قد إني ودين بعض الأماكن يجبدن الزيس بعض الأماكن شي منطح غاس نتفق أزرع الكاس قرش قد يقى وسين شاني وذان حفان ديني تتيقى السحر وتجيبوت السحر فهمت؟ تفق قضية ديس الكنز ديس ديك أسود ومن الراقي وزما دي غاس ديك الاسود ما حدش يجبد السحر دير طقوس الكنز استخراج الكنز ودي الاولى الاخيره انه السؤال الاهم طرح نسيت التصني السمات من بعد تبين دي اوروبا تنتشر في الاولى الاخيره انه جبد الناس نتيد فوتو هنسنت زق مغرى ديني ربعه قارس مثل لا قادني البعض يعني ديني اجني اتفاق مثلا اش خاص ندنو على درايه سمار من توقيعا اكر بعض عساس ني مظلم الله يهديهم من زمان يدعو قعره في التعويض ديال السيده انه اساس الناس ديني فوتو نس على شكل حيله باش تصندني حق هذا متجبده غيحس بيه في النصراقي ينصح حقا نحن غاتمضرين وما يفرانيا هذا من جبدة فوتور ما نسنيش متخزع انت المسكين هذا كشاس قا
قدام المريول، السبب انه هو في قدايس ومي تروح لها في مدارين تجبد نيشان يعني فوتو النص در شفنت كذا. وفي الاول كان غون قالوا تكتشف انه فقط كحيله ثني مسكينه خاوض انت العقر الناس بعد جنت، ولكن يعني الطريقين والخداع فوق يعني شي القرا سنجني تستغلال الرقيه الشرعيه بمنعه حيت وليد شكاراك يجي معروف بهذه دي النظره يتقن حوايج. المساله وين السؤال في محله ولد نصور خاص نشقى الاخوان خمي طاحت قد الرقيه باش يجي ما حداش يشوف ما قال الرقيه خمس صحيح، لكن هناك بعض الحالات يجي الانسان غسيح الاسود يعني الفودو سمي زي مش غير قد الرقيه خمس دقيقه خمس يوطى يفارق يصور خاص المس الجين ديال الجسد ماشي ماشي قال انت ديك الرقيه خمس، لكن الانسان خمي غير راح عشان الراقي اسيق الرقيه وسيوقع بالصرع ويسيور بوخاس الخادم السحر في للجسد يقرص الرقيه ودي غاك السحر ديت مضرين فرن فرن امانيه جا وقيم غدي طابرة اك بعض مرضة القلوب يجي حسن خي خمس الرقاد ديال النظر شو دي بقى امانيه واحد يسكي غير فينو قيم غدي طابرة وسين دغيجن الشخص سنخت شو غاسي كيسمبو العلاقة ورقات معروفين قيم غدي طابرة انا شنشا سيدي غالي 6 مليون تالف غا سيخار ريقن ماشي قا 6 مليون ستاف سيخار ريقن يتاز دي شهر واحد هاديك سي هادي شهر 12 هاديك سي جنس تيقان دهو تيجي فير عندي زكوغن فير عندي شمرارن هادي راحو عارو هادي كيجي تنين دي يقولنا فادي كيجي تنين زون هادي كيجي تنين قان داون يتربص ضحايا صحاب الخارج مي صحاب الخارج يتيري وغاسبو الوقت يقرا نحموني كيدير مجهود من دينا اش تكش وغاد الغلط تيري الدراية تيري عاود والو قراش من دينا تكش كيدير مجهود قرا سواج قرا مجهود قرا تخرج الاسحاق الزهري قال البارا كان يما البارا كان جدي تقني خارقا خميس غي قارو قيسي نغاك السحر ديال المنطقة ديال مضرين فلان فلانية كيشاحا غاش تجبدها وتخزاش كي تطلع مش قارا سوا جبد شحال 500 مليون فرانك سينما غاربو المشكل جبد السحر هذا خميس كي صغير حاط مضرين تلقي شهر واحد 12 واحد 2 3 4 شوية 15 شوية 8 تيري قنضوني ذرا شوية تفير شو اسي جبد السحر شي ناقش السحر نش خصي ودان شك تقيد الرقية ويس نشي نجبد الاسحار جبد الاسحار ديال المقام مش قد طريقة انه تيس غنغدا الانسان تقاس الرقيه يتوقع الصرع يتوقع المس صدقه هو كواد الجن يكذب، لكن في اغلب الاحيان خمين قراص هادي نتشند المكان ميكس يخت طوموبيل لقى خاص يتقعد من غاس قراش في مصطفى طاح النيتي جبدي يعني شو ميزي غسن غير غا السحر قوشن فلان وفلان تدي ديني علامات يعني السحر ميزي غتسنى انه مش نوينا نسنيت انت تقن مانايا ما حدا نصبر عباد الله يعني مساله معروفه، لكن فوتون الشخص هادي تيني دمش كي يجبد فوتوينو زيت مضرين اولا خميت ترا غير شان جنت قدر خصك تقرا رقيه قرا شي فوتو نش اش يطا فوتو اش كدي واتساب اش تسك دي واتساب فوتو وساحر وجاب الرقي ولا غير طا فوتو الساحر المشعوذ خميس غطا فوتو انت ما عندك الهدف النس يتحيت السوفوغيت السوفوغيت سو فوتو يتقدايس مرض سرطان عقم كذا 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 وجبد قام السحر لا شمت تسك دي فوتو على اساس العلاج انت يطحيت السوفوغيت المصور وشيت قاسي جو قاندا وتيحجا كشو مشى مشات ينظر قال سوت شمينو العلاج غامي طول خصني شمي جيت 2 3 مليون كاين مسيح ديت مضرين دي فوتون فيه باش اجي شهرين امني مرمي غتاسد كيف سكي البركه سكي 8 سكي خمي غتاسد سي جبد فوتون نيست تير دي جاي يقدم يعني عدو خاص يجي المده عدو خاص يجي سي سي قف الانسان خبيت والو فوتون نسيت والو اكيد انا ونيت قادي نتصل الاخوان ودي سنت والو سيرشنتن يينا قراش قيناش فعرناش قمشان فران وفراني بدون تبيين وبدون دليل انه ما حد استيني دي بنادم غاك السحر فلان فلاني خصيش دليل خصيش دليل ما حد تسبين دي بنادم انه اتصني ودان سيد فني ودان دي امراض نفسيه تو غادي يسمى مرض تو غادي يسمى مرض روحي يسيد في ترى دي مرض نفسي غسل اكاذيب غسل اكاذيب ديال دي خلق توس النص بوحتيه مشاو جيبون تسمى انا غير روكي شرعيه ماشي نجل الاخ لا داعي لذكر اسمه تبغى يلاه شنو نهار بعيون زكوم يبان كي سجن الشخص يدعي لانه ذو علم مفرط مع العلم انه الزلات حدث ولا حرج مره غنغزلات لكن شك تغاقض وتحس وتحس بخفنش انه انك ما نكون منزل واحد قراش مراكز روكي الشرعيه ذاك كي نصب بوحتيه مش مستعد للمواجهه قد قيم غير كي ودانا كي ان يواجهونا بالدلائل بالدلائل مشروعه وجيبوا سواور يعني ديني بعضك ما تعمم شاب لا هذا الشخص يعمم ان شاو ديقانش اموكي ماره ونقبر ونشغلنش الاخير قطاسني من بينهم من الشخص هذا عندي كري سميتو غيتنكار كسي ميكرو يتنض ندير النظر اش كتاوي ديما اش غراقي اش ما تاودوش ما غراق فالاخير الكل يعني هم مواقع الدنيا قاو تجيبو بنادم ما يستهزا ما يقاو تجيبو يعني في الاونه الاخيره ما نزو سنين اللي الظاهره ينسي حد الشيء ما تنقص ديال النظر
تختار واش كي الدومين يختار ثمانية بكل صراحة. يطيح ثمانية وما يطيح ثمانية السحر غادي ماغاش. ثمانية السحر الشعوذة يصحى نوسين داغ المناطق النهضة وتغاهم زود طحن غا طحن غا كوركو طحن غا الخحالين صازمون دي سونتر فيل تيري مثلا دونتيست ساحر ومشعوذ قرا الشميز غاصنا غير هذا صحة الوسائل يتق يطيح يتق اقيدون دي مرة يصحى عند المشعوذين لقي نديرو سباق الأسبوعية طحن استقطاب الضحايا نسن السني طحن استقطاب الضحايا قرا دوز عندي البيرو المركز اه دوز عندي البيرو وديجا تونكسي النوا من بعد يعني يزوز الدواء ديال الاسواق تونكش الدواوات انت راه غاس تيزوز يعني الادويه ديال السوق انت راه غاس انت راه غاس ديتي لي فو ديال الادله المانيه ديال خوش كنهضي النهضه وما نشينا ننقص علما انه نشي المانيه طبعا سالات زي الزمان لو بنادم طوي تحت مثلا او مرض يقضي من مثلا نجدو لنا ولكن ندير وقت لين نشي توقع بدا قاعد هنا هنا توجع راس انت ربيع على الاقل هو الدار اللي بغيت ندور نغني فما غادي ننقص تما راه شنو غير يتوالى على الاقل بعد العاده نيت ونقصي يعني شي القراصي مرابضه ولكن خواني تشان حوايج ما هو اكثر وهون هون ضاره يجندوا النغليت تفطر مع تخصت فقايز عايز عاود كيف كيف ديك شنو الحوايج يعني باش تولي شكون هو الظاهره يعني تاع ثماني وجبو تنقص واخا نقدر غير نمشي نقرا سكي مرابضه الظاهره قدي تزايد بالعكس اظن نص نجم الفرع هذا عيل ديك الاسمه ين فرع غار صنديس تقرب نديس الى عبادة الشيطان تقرب نديس الى ملوك الجن فهمت لان الطقس الطقوس نشوا غير يوم نشوا ورمي غقض مستعد تسيورخ بكل طلقه دين غمين ديني ديو ديني موشاندا غار صنديس نسجيرت ديني موشاندا نيتتي معروف غار صنديس نسجيرت ديني موشان اي ساحر ومشعوذ اتصني ودن تيري غاسي ما استصحى ني غاس باباس دا صحى واش سين شي لا دا صحى اتفد غاس ديال ديال البيت ماني صدق غاسي جن حجره واز ما غاستاد في قارش ما هو تيت فشا ديني ديني وتيت في ديني باش انت غا 12 ونص ديال 12 ونجيرت سنش يتاد في ديني يتاد في نيتك بعض الطقوس النجمه السداسيه الشموع الى غير ذلك والذبح لغير الله معروف مزيان. زوج يجي السؤال النداخ انه عارف نهارا اكثر استهدافا الصحراء المشعوذين. نعم. من السبب؟ من السبب الناحيه رقم واحد انه من الجانب الماديات قارش راه ناضور كاين فلوس تما بنادم ما كيتشطرش غير عاجبك يقول ما عندي غريب والمشكل درق فهمت؟ احسن العاون قارش غريب والمشكل درق من بينهم يجي الفئه تاع مغشى مره تلتجأ الدار يجندوا نغني يعني تغسي ورخيج الشخص دادي النهضه معروف انه ساحر ومشعوذ اقسم بالله العظيم الى يوز دغاريج الشخص كيج المنصب لا داعي لذكر اسمه ويدعى القوه انه منصبني اني وشيد النمرو نيت نيش تنش ديك الساحر الاسود ديال النهضه راه بادر لما وكذا يوز النمرو صحه ما حدا حاسي كيماس ما حدا مسفه فهمت لانه شي من باب التوعيه التكمانيه وفي غاري وداني ديت راه الاغلبيه الصحيحه قراش عطيني النمره ديال ديك السيده اللي قالت لك غدير لك السحر الاسود في الناظور شي السحر غير السحر دانيتا دي غورغو لا اونتري كوربو السحر الاسود السحر الفودو يبارش انا فميتو الافارقه خميتو غدا سنتو المشكل سن خصنا دوي غامريتش نهار دي نيل كهوف دي غورغو تمارا سندايس السحر الاسود سحر الفودو افارقه يبقى يجن كونتاكت جاي صحان يتجا دانيتا الافارقه تاوينا سن غير جن فيديو قتو غير نفسي غدانيتا تي جلد الافعى الكبرى الاسحار مره نيت غنقيش نقرا بنيجم افريقي يوسد السيد يعني مواد تستعمل في السحر الاسود جلد افعى الكبرى محنطات الحيوانات محنطات تستعمل للسحر الاسود فهمت لكن الظاهره هي مشكل ثاني تاع الغريب في الامر ودي نيوت غي حارب الملايا ورغم انه غاك دليل ملموس على ان هذا الشخص يدار رايودان وغنصنغي موشان سندادي النظام مره يعني صنغي موشان سندادي دي وسط نتندين لكن بدون حاسيب ولا راقب ماني ان شاء الله تشكرش ابو ازم احلى اشكار الوقت يا رانا وماش نجيك بعد خير سن شخص سن معاون يتما تبغي لي فيه المره على الاقل اتري جن توعيه نمشي لنا الاخ ابو ازم بنادم ما يتما من غاستار والنص خذي الوقت اكثر ديال الكز يعني غني تنصح وبنادم ما يلقاش وقت القران هذه بعاد يبريدنا يتجا قتوين غالها لكن توالى بالعكس دير وقتها ان شاء الله حيفاش نتولى هالجفاف هالقحط ارتفاع الاسعار ثاني دخل المشاكل يتعيش الاسر غنغياري في جاتيم قرارين حدث والعرج البدا غير مثلا نتولى نهضم غاتترو هاري يزيد ترو البدا البركه نقرا سوالو من زمان السبب هما نورمالمون ان وي ار غوبري
يبقى انا ممكن شي كاين سرمن من بعد الخرافات يتوقع من بعض انه تعيش نجدود لنا تغضى فاني مرض كفا مش قارب على الاقل نهني تغضى قوة الدار يبوي جندو نغني تغضى مريدي نشتر حاجات جهة رسم تيار العالمين ولكن الوقت الحالي نسطوة نسطوة بيا تصنع ويجا المني دور السحر نضار رزي سي جندو نغني لا اكثر ولا اقل تشكريش سي ابو زعب بارك الله فيك ونتمنى ان شاء الله تعالى في بلاد نشا تاوض وتوضي وذا المهر والاهم فوسك فوس حما القضاء خمانيا مارا ميزيج جن شنو هو مات ابو زيان ابو ادم يا شي حد نغني يقول عندك بريده يوزو ديك داك الصحراء فواحد سوا هو يديك شهيد مره يخصنا معاون مره يخصنا كشفوز ويج نغني تما مره حوما انقذ راني غنحاول انقذ اخي وداني جوا السيمانه زدكين ني غماني زدوسين ومي غنبدا دوسين درت تي غير عرفنا ايش ناني شو وان شكرا لكم وصلت تصعب لكم والله والسلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته.